بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada subuh hari Sabtu yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan latihan membaca Al-Quran, yaitu di surah Al-An'am mulai ayat ke-19. Nanti kita akan membacakan seperti biasa dengan nada pelan-pelan, biar jamaah yang baru belajar bisa membaca dengan sempurna dan fasih dengan tidak terbata-bata. Nah, bagi jemaah yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, yang ada lafaz-lafaz dan bentuk lidah kita saat membaca semua huruf dalam pembacaan Al-Quran, nanti yang membutuhkan PDF lengkap ini bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Nanti PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap ini akan kita kirimkan dengan gratis ke jemaah masing-masing. Kecuali yang mau infak ya silahkan, yang tidak mampu ya tidak apa-apa. Baik, sekarang mari sama-sama kita baca Al-Quran dengan nada soba, dengan nada pelan-pelan, agar kita bisa membacanya dengan fasih dan lancar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، قُلْ لَا أَشْهَدُ، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مَا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، الَّذِينَ
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا
يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن إنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى
تنقلوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali yang berbahagia ini pada 11 Muharram, alhamdulillah kita sudah selesai membaca dua halaman dengan nada pelan-pelan. Semoga jemaah yang mengikuti bisa membacanya dengan sempurna dan fasih, ya. Bisa kamil, bisa bagus dalam membaca Al-Quran. Baik, saya rasa pada pertemuan untuk hari ini cukup sekian. Di mana ada kesalahan, kesilapan, mohon diperbaiki. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan ghafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والله الموافق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.